تقعد تاكل كده وتمصمص تهبر حته لحمه ها تحلي شويه برغيث ست بتاع انما موضوع بقى يعني لسه سوريا يحيى يعني سوريا يحيى يعني موضوع اكل زبادي بقى وسترونج تشي وجلطه مستورده وبتاع ما ملناش فيه ده يعني مش عيب ولا غلط ابدا ان الواحد ينضف ويطور نفسه للاحسن ينضف ويطور نفسه للاحسن طبعا وانت ولا على بالك المهم الاحسن دايما ده بيبقى ايه وبيدفع قصاده ايه انا عن نفسي انا راجل سافرت وتغربت واكتسبت مهارات كتيره يعني بقيت اشوف كويس قوي وحاسه السمع عندي تطورت بشكل غريب جدا يا يحيى يعني بقيت ممكن اسمع دبه النمله من على بعد اي مسافه تخيلي انا محفوظ احنا امبارح ولا يهمك يا ابويا ولا يهمك يا اخويا يلا يلا عشان نلحق العيله باب الخل مش حضرتك هتشرفي معانا مدام استنوني استناكي في العربيه وصدقته يا كريم ما كانش قدامي حل تاني يا فندم اولا كلامه مقنع ثانيا مفيش وجود للقنبله ثالثا عينينا هتفضل عليه واي حركه مريبه هنتحرك فورا ماشي ماشي لما قلت له ان ظهوره الاعلامي هيبقى باوامر غير مباشره مننا كان رد فعله ايه في الحقيقه يا فندم هو ما قالش اه وما قالش لا انت كمان هيركبك مراجيح تقصد سعادتك انه لعب بيا انا بعدت شاكر عنه لانه خلاص ما بقاش عارف ياخد منه حق ولا باطل ما تخلينيش اشك في قدراتك انت كمان لو سمحت انا هحاول اللي اقدر عليه وانا اساسا ما بحبش المراجيح محدش فينا بيحب ركوب المراجيح يا كريم تاخدك لفوق وتنزلك لسابع ارض على الدور رقبتك لكن من باب الاحتياط لازم نتدرب شويه على ركوب المراجيح لاننا معرضين ان احنا نركبها يعني في الحقيقه انا مش عارف اشكركم ازاي لا بتقول ايه يا محفوظ لا شكر على واجب يا اخي طول عمرك اخلاق وبتفهم في الاصول اخويا طول عمرك ما تتفضل معانا انت والمدام لا معلش ميرسي خليها فرصه تانية ان شاء الله ليه بس فرصه تانية ايه هيفرحوا بيكي قوي اقنعها بقى يا يحيى خليها تيجي اقنعها يا عم الدوله رجع من وقعه التلفزيون لحاله نوفل عبد الله على السلامه يا بطل الله يسلمك عايش معانا وحاسب بمشاكلنا النهارده اسعد يوم في حياتي يا دولي صوره بقى للذكرى الخالده صوره تمس اللي اتصورت معاك بالطاقم ده قبل كده طب اغير وجهي بسرعه طب اطلع انا بقى وتعالى لفوق تطلع فوق فين ده انت لازم تطلع فوق بزفه زفه مين يا هلا واسم الله عليه اسم الله عليه محفوظ الله عليه اسم 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 الله عليه يفرحوا قوي اخواتي يا شيرويتس اخوك رمزي اللي كل ما يشوفك يشحت منك فلوس ولا اختك فوزيه اللي كل ما تشوفك تديك كلمتين في جنابك ولا حامد بتاع الزاويه ولا اولادهم طبعا لازم يفرحوا بيك لما تجيلهم بس ابقى اعمل مشوار ده لوحدك بالنسبه لي انا اناف قوي كده انا هطلع له هاجي على طول اتفضل يا بيه تسلم ايدك يا حاج علي ربنا يخليك يا حاج علي مقدمك في الافراح الله الله متشكرين قوي ايه الصباطه دي في حياتي مش هعمل روح ايه سلام يا ابو نزر يا سلام والله بعقد الله انت كنت منور التلفزيون كانك خلقت لكي تظهر على الشاشه الفضيه زيدي زيدي بعت ذمتك بصباطه موز ها وانت اللي كنت خايف من نزول الجامع يا ابو ناسب كل وقت له اداء انت دلوقتي على فكره ممكن تنزل تقوم من الناس والجامع بنفسك يحق لك انت اكثرنا علما قصدك شهره ايه الشهره وحشه يا محفوظ ولا ايه وحشه ازاي ده ربنا لما بيحب حد بيحب في خلقه طبعا الشهره نعمه ويا سلام بقى لو ربنا كسبنا من وراها كده بقى فيلا زي اللي انت عايش فيها دي يا يحيى ما شاء الله حاجه ايه فيلا يحيى اللي بجد ولا السرير اللي انا كنت نايم عليه امبارح ده انت محشي ايه ده محشي ايه
ما يغركش المنظر يا محفوظ، الفيلا دي بتاعت حماية الدكتور فكري، وانا حتة موظف عنده. اقصى عليك يا فاكرنا انا بقر عليك؟ ربنا يزيدك من نعيمه يا اخي. متخافش على يحيى محفوظ، ما بيقعش الا واقف. الدور والبايع اللي واقع من العاشر مش لاقي حد يستلقاه، وفي الاخر يتقال له في التلفزيون اخويا بيقول لي هات. خب واللي هات؟ لا انا راسه بطحه. بطحه ايه؟ انا راسي سليمه اهو الحمد لله. يعني مش محتاج مساعده؟ لا ازاي بقى؟ ها؟ ازاي؟ كلنا محتاجين مساعده، هو في حد مش محتاج مساعده يا خال؟ ها؟ بس تعرف يا خال كلامك عن التعليم شرح قلبي. اه والله العظيم. بس انا هطلب منك طلب بقى، يعني يا ريت لو تقدر تعبر عن موقفنا نحن المعلمين البائسين في وسائل الاعلام كده، يعني يبقى كتر خيرك وعملت فينا جميله جليله جليله جليله. يلا بقى انا مش هعطلكم اكتر من كده، هلحق اقوم البس علشان الدروس الخصوصيه. يلا سلام. سلام. سلام عليكم. سلام عليكم. كده فعلا بقى الواحد يطمن على المستقبل. ما ده المدرس بقى بين محمد فين امال؟ دخل ينام من شويه حبه عيني، شكله خلصان. اه عيني سهران وعرقان وتعبان طول الليل، صعبه وتلاقيها بتوجعه عيني من الكتابه. وانت يا موزه؟ نعم. موزه؟ نعم. لقيت البنطلون؟ لا ما لقيتوش. هي كده مش التدوير على البنطلون ده في منتهى الصعوبه، ساليني انا يعني اي حاجه الا تدوير البنطلون. بنطلون ايه ده اللي تايه منك يا بنت؟ ده بنطلون كده يا ماما يضاع، بس يعني شكلي مش هلاقيه. لا لا ان شاء الله ما يكونش ضاع، هندور عليه وهنلاقيه، ما تخافيش. بالحق يا محفوظ. ايوه انتصار جارتنا سالت عليك كتير قوي النهارده. لا محتاجه منه خدمه ولا حاجه. كل انت مزعج. سد حنكك سده. انا هقوم اطلع اصلح شويه احسن، حاسس ان نفسي مكروش. ماشي اطلع معاك يا محفوظ. لا لوحدي، احب انا لما اطلع على السطوح اطلع لوحدي. سيلوسيز محفوظ. فوزيه قالت لي انك سالتي عليا كذا مره. خير؟ مجيتك عندي كبيره قوي يا سيلوسيز محفوظ. حاسبي حاسبي لحسن اصدقك كمان المره دي تبقى مصيبه. والله انا ما فاهمه حاجه، يعني انت كنت عايزني اول ما تسالني اقول لك ان انا بشتغل رقاصه؟ يعني كنت اعمل ايه؟ هو انك لقيت سكه تانية قلت بطلت؟ قلت لا مش عايزه. ابويا مات قديله زمان، وعمامي كان الورثه انا وامك منها مراته التانية. مش بس كده يا سي الأستاذ، دول جوزوني الراجل قد أبويا لا قد جدي، باعوني وقبضوا الثمن. أنا قلت خلاص يا رحمة بعدك روح، خدت أمي وطفشت وعرفت إن الراجل مات، وهما برضو كانوا ورثي زي عمامي. لقيت أمي حسرة قلبي بتقع من طولها، أتاريها عندها فيروس سي الحقنة يا سي الأستاذ ب500 جنيه كل يوم حقن. أعمل إيه؟ كنت برقص في فرح شافوني قالوا لي تعالي، أنا قلت لا مرقص. الله أنا ليا أهلي قطعوني. بس روحت البيت أبص في عينيهم أمي ألاقيها صفرة بتموت قدامي كل يوم. رحت ورجعت معايا الحق، وكل يوم كنت بجيب الحق. طيب نفرض بقى جدلا ان كلامك صحيح، يعني اسالك سؤال غير مؤاخذة، يعني تفرق ايه بقى عن اي واحدة بتبيع لحمها حتى لو كان الغرض منه هو علاج الست الوالدة الله يشفيها؟ لا افرق، وافرق كتير. كان ممكن ارافق اي راجل يصرف عليا وخلاص، كان ممكن اقعد على الترابيزات زي النسوان اللي بتفتح، لكن انا قلت لا ولحد دلوقتي بقول لا. كنت اشتغل ايه غير رقاصه يعني، وانا لا متعلمه ولا عندي صنعه. كنت عايزني يعني اسقط لي راجل زي اللي
حاج جابر ده واتجوزه؟ وماله؟ اتجوزيه، ده اللي يشوفك وانت بتكرشيه يحس كده انك يعني راقد على كنز، اتجوزيه على الاقل تبقي سترتي نفسك. سترت نفسي ولا بعدها؟ انت عايزني ابيع نفسي الراجل الكبير تاني؟ الحسبه كده تخسر. انا قصدي اقول لك انك ما تخافيش على الرزق، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرزق الهادع والناجع والنايم على صرصر ودنه. ساعات الحاجة والخوف من الفقر بتخلينا بنمشي في سكك مش بتاعتنا. وهروح بعيد ليه؟ عني كان هو مثلا عمري ضاع في الخوف على الرزق. عايزة كمان عمرك يضيع؟ كلامك حلو قوي يا سيدي استاذ، بس الحوجة مر. أنا زيك غلطت علشان محتاج، كلنا بنغلط علشان محتاجين، لكن آخرة الحوجة دي إيه؟ هتودينا لفين؟ آخرتها إيه؟ أنا عارف إن كلامي صعب يغير حاجة، لكن ما تقولش كده، أنا مستعدة أتغير عشان. لا، لو عايزة تتغيري تتغيري علشان نفسك.